يا هلا بالعرسان الرجالة يا هلا يا هلا ربي زين الحالة يا هلا يا هلا بالعرسان الرجالة يا هلا يا هلا ربي زين الحالة يا هلا يا طيور غنوا معانا للعرسان أغنية يا عطور خلوا مدينتنا يا معدي عهدتك ونفسي عاد الرجوع فهل إلى مرد لي إليك من سبيل يا معهدي الغالي يا معهدي الغالي يا معهدي عهدتك ونفسي عاد الرجوع فهل إلى مرد لي إليك من سبيل يا معهدي الغالي يا معهدي الغالي إن الزمان علي قد أناخ بك الكليم وعنك صدني يا معهدي كيف الخلاص أيا ربي العالي أيا ربي العالي بالإنقطاع سقاني الحمام هل من طبيب يا ربي لا طبيب لي سواك يشفي أشكو له حالي أشكو له حالي ردوني لمعادي وإلا لا حديث فبينهما لكم مني الخيار ما أنا والهوى عن معهدي سالي عن معهدي يا معهدي عهدتك ونفسي عاد الرجوع فهل إلى مرد لي إليك من سبيل يا معهدي روض العلوم تركت فيك قلبي ريثما أعود لكنه لا عود لي ويا أسف يا معهدي الغالي يا معهدي الغالي بين رياضك الغناء كنت مساجل الأطيار وأقطف الأزهار أجتني منك الثمار تحت الظلال تحت الظلال فوق بساط العشب والزهور يحلو لنا الصمر مطالعين الشعر في مهابنا والبدر في اكتمالي والبدر في اكتمالي وكل شعاع منه في الوجود بيت من النسيم يغادل القلوب بابتسامة والسعد والسعد في إقبالي والسعد في إقبالي يا معهدي عهدتك ونفسي عاد الرجوع فهل إلى مرد لي إليك من سبيل يا معهدي الغالي يا معهدي الغالي فيك عرفت ورقة الورد وزار الأدب ومجد ورفع ووحي القلب كذا الأمالي كذا الأمالي فيك الأساتذة تلقنوني منذ الصبا معنى الحياة بالمثل الأعلى والطموح إلى المعالي إلى المعالي فيك الأساتذة تلقنوني منذ الصبا معنى الحياة بالمثل الأعلى والطموح إلى المعالي إلى المعالي ف
فالذكريات تحرقت فؤادي أذابت موجتي حتى رتت لحالتي المطوقة من دوحها العالي من دوحها العالي نوح يا حمام علي في الضريح فكيف الحياة بلا قلب وروح يا حمام خليني أندوب آمالي أندوب آمالي يا معبدي عهدتك ونفسي عهد الرجوع فهل إلى مرد لي ليس من سبيل يا معبدي يا سرب القضاء هل فيك من مشوق يقدر الهوى يعير لي الجناح رحمة أو أنثني لمن سبابالي لمن سبابالي ذكر القرار في الفؤاد دوما يذكي الحنين إلى ربوعها مد الصبايا احتلت خيالي احتلت خيالي نسيم الصباح فكلما سريت سلم على من ذكره من الفؤاد لم ينمحي رغم الليالي رغم الليالي سير يا غمام فإن جد القرار ظلل على رياضها واسكب عليها من مدمعي تلك الليالي تلك الليالي أنا أقول لحد هذا القسم بعدما أدين أطلب أطلب الدروس وأصبحكم بالقرآن الإنسان الكائن الطبيعي يقال قديم من لعب كيف فوقهم الآن من لعب كمبيوتر فوقهم تبت لعب وهو جرب الدنيا وعرف انها لا تسوى قشه بالصلاه خطر انه يقول انتقينا المره الماضيه في خطا يقول انه عرف ان الدنيا لا تسوى قشه بالصلاه شفنا انه شو علي من الشباب شنو اصحابه اي لانه وقف للاعلام ومن حوله ونجحوا اي صار له في الفرنسي الله هذا يعد وسميا مكتب الشارع شارع المعدومين ايه
هل رأيت ما ذكرت لك عن التيمية؟ تقرح حفلتي لك عن ما رأيت ما رأيت نرجو من السادة الواقفين في آخر الحفل نرجو منهم الجلوس بارك الله فيهم ونرجو التقدم إلى الأمام حتى نضطر مرة أخرى في وسط حفل أن ندعوكم إلى التقدم إلى الأمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. نستهل حفلنا المبارك هذا بآيات بينات يتلوها الطالب بحامد إدريس بن بابا خريج معهد الحياة والطالب بالسنة الرابعة في معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان، فليتفضل المأجور مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قاله ربنا وخالقنا ورزقنا من الشاهدين، وإن شاء الله سنكون من المفلحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. نحمدك اللهم أنت الواحد الديان على سابغ نعمك، ونشكرك اللهم أنت فاطر الأكوان على جامع مننك، ونقدس لك اللهم أنت بارئ الإنس والجن على واسع فضلك، ونصلي ونسلم على الرسول النبي الأمي محمد بن عبد الله الذي آتاه ربه الحكمة، الذي آتاه ربه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، القائل في جوامع كلمه: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى كل صحبه الذين زينوا سماء الفضيلة فكانوا في الدجى بدورا، وعلى من استن بهديه واستقام إلى يوم يؤتى المؤمن كتابه بيمينه ضاحكا مسرورا. سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، ضيف الجزائر المصون والوفد المرافق له، أيها الضيوف الوافدون إلى هذا الحمى الحصين،
أيها الملو الكريم من بني قوم الصراط، يا صفوة الأمة من نسل الجزائر الأبات، ويا أبناءنا الأعزاء الأبرار، ويا فلذات أكبادنا الأطهار، ويا خلفنا الصالح بعد طول أعمار، سلام عليكم تكنه الجوانح من رب غفور، ورحمة شاملة تحفها المدائح من بر شكور، وبركة سابقة تدروها الصفائح من قوي قدير، ما زينت بمحياكم مباسم الربيع، وانشرحت بمقدمكم حنايا الضلوع، وازدهت بمطلعكم هذه الربوع، وانسكبت فرحا من محاجرها الدموع، وقد برز أهل القرارة جميعا وأشتاتا إلى هذا المقام المحمود وفي هذا اليوم المشهود، مسفرة وجوههم مستبشرة قلوبهم، لاهجة ألسنتهم بالحمد والثناء للكبير المتعاء، تستقبل ضيفها العزيز الذي حل بالجزائر ضيفا نبيلا قبل أيام، وزار القرارة وهي تهفو إليه في هيام، في هذا اليوم الأغر يوم السبت 11 ربيع الثاني 1431 هجري الموافق ل 27 مارس 2010 ميلادي، بعد أن أحسر قبل عام عن شهود مهرجان الوفا، فها هو اليوم يعمر ربعنا تجسيدا لخلق الوفا، كما أحسر المصطفى محرما في شعاب الحديبية، فاعتمر بعد عام آمنا لا يخاف عمرة القضاء، فانتعشت النفوس وقد غمرها بطلعته الضيف النبيل، كما انتعشت أرض مصر بعد السنين العجاف بفيضان مياه النيل. نحمده جل في علاه أن امتن علينا بقابس من نور هدايته، وكان أنا بنظرة من عين ولايته، وحبانا بفيض من سابغ رحمته، فجعل لنا من عباده الصالحين منارات يهتدي بها السعاة طلبا للخير العميم، ومن أوليائه المتقين مصابيح يستضيء بها السرات في الليل البهيم، ومن أحباره العاملين مثلا يتأسى الدعاة بجميل ذكرهم في معترك الجهاد، ومن أنصاره المخلصين سكينة تطمئن النفوس لشذا عطرهم في كل ناد، ومن أصفيائه المقربين رحمة يستوكفها المخبتون إلى ربهم في ربوع البلاد، فما أحسب زمانا يخلو منهم أو تتسق الحياة بدونهم أو تتدارك النفحات بعدهم، هم على السيادة القعساء قلة، وإن صاروا في أوان الغثائية قلة، وفي زمان الغربة عملة، وفي أدران التداعي أذلة، فطوبى لمن أوتي سؤله، فرزق ساعة يتفيأ فيها بأحدهم ظلة، أو يستعيد من غابر مجده قلة، فيحله من سويداء قلبه محلة، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. وحقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، أن من بين أولئك العباد المكرمين والأولياء الصالحين الذين تقشعر لذكرهم جلود الذين يخشون ربهم، فتسري في نفوسهم نفحة من نفحات فلاحه، وتجري على خدودهم دمعة من دموع نواحه، وتعرو أجسادهم هزة من هزات كفاحه. الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفخرة الإسلام وجوهرة العربية وقمة التضحية وذروة سنام الجهاد، ذلكم الرجل الوقور والبطل الهصور، الذي عجزت الحوامل أن يلد مثله أو أن يوجد الزمان من يحل محله، الذي يصدق فيه بحق وصف الحبيب المصطفى، خيركم من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم في الآخرة عمله. وكأني بالشاعر العباسي أحمد بن فنن مولى بن هاشم يعنيه بقوله: بسطت له وجهي لأكبت حاسدا، وأبديت عن ناب ضحوك وعن ثغري، وعن شوق كأطراف الأسنة في الحشا، ملكت عليه طاعة الدمع أن يجري، له راحة لو أن معشار جودها على البر، صار البر أندى من البحر، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. أبا سليمان بوركت في كل بلدة كما بوركت في شهرها ليلة القدر. أيها الإخوة الأعزاء، لقد كانت للشيخ الخليلي مع فنون المعارف بصمات مجيدة،
ومع السادة العلماء صولات عديدة، ومع الندوات العلمية جولات مديدة، عرق همة النفس في جزيرة الزنجبار محضن صغاره، وعرك شدة الحياة في أرض عمان مقتبل عمره، وكرع لأواء الكد في مشتجر أقطار الأرض في مؤخر عمره، بلسانه وقلمه، بشعره ونثره، بخطابه ومقاله، في نواديه وكتبه، لا يعرف كللا دون تدقيق معارفه أو تأخذه سنة الكرى، ولا يجد مللا دون تحقيق غايته أو يوسد جثمانه الثرى، لا يثني عزمه مكر حسود أو يفريح حزمه كيد حقود، يشق طريقه مكافحا وسط أذغال الظلم ومقاتل الأعداء، ويرسم هدفه منافحا بين براثن الجهالة ومخاتل الجبناء، ويفتك بغيته سنية مناطحا بين أوحال المطامع ومخالب الأشقياء، يواجه كل الصعاب بقلب صفوح، ويذلل جل العقبات بطلب لحوح، ويترفع عن الهينات بأنف شموخ، ويتقي أرزاء الدهر بصدر كبوح، حتى فؤاده في غشاء من نبالي، ولكنه لا يبالي، لا يبتغي من مخلوق جزاء ولا شكورا، إلا ابتغاء مرضات الخالق يوم يقوم الناس لرب العالمين نشورا، مرددا في صدق مقولة الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه وقد صلبته يد الطاغوت بمكة، أن قال ربي الله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك في أوصال شلو الممزعي. فضيلة الشيخ الكريم، يا من صيته في البلاد شاع وسار، ومن صوته في المحافل طاب ودار، كيف لا وقد حباه ربه بجمال خلق يجلب الأنظار، وكمال خلق يخرب الأبصار، فهو ممن يرجو من الله وقارا، ويستغفر ربه استغفارا، فيرسل السماء على عباده مضرارا، ومن ركع السجود الذين لولاهم وصب على من في الأرض العذاب صبا، ولما أكلوا منها فاكهة ولا أبا، وممن وقفوا بياضهم بعد أن أبلوا سوادهم في سبيل وحدة الأمة وكشف حجاب الغمة في أيام الشدة والظلمة، ذلكم وشيخنا في روحه ونفسه، في منشطه ومكرهه، جاعل النصب عينيه مقولة الرحمن الرحيم في آي الذكر الحكيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، متخذا شعارا رفعه سلف قبله بأزمان، الفحل البطل عمران بن حطان، قائلا من كان من أهل هذا الدين كان له ودي، وشاركته في تالد المال، الله يعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك دون العم والخالي، ورافعا لواء له عبر العصور مقولة الشاعر أحمد نسيم، أصدق ما قيل عبر الدهور، إنا لنرجو وفاقا غير منقطع منا ومنكم، وهذا منتهى الأمل، دع التحيز واصنع كل صالحة تنجو البلاد وحاذر سقطة الزلل، بدر أنتم والله يفتقد في الليلة الظلماء، ونجم ولا زلتم يشيع في أفق السماء، وحصن ينوذ إليه السحب خوفا من العدا، وهاد يسترشد به من طر نفسه إلى الجوزاء، فتلك آثاركم تدل عليكم في كل واد، وتشير إليكم في كل ناد، وتمجدكم في صفائح الصدور، وتخلدكم في صحائف السطور، وكأني بكم ترددون في عزة وثبات مقولة الشاعر الأريب بن الوردي، إذ قال قل للأولى حسدوا علاي وشهرتي، أيهال درغام بنبح كلابي، ما أنتم مثلي وليس لنقصكم فضلي، ولا أسبابكم أسبابي، كم ذا أشد وتلعبون ألم تروا أني امرؤ دأب العلوم وذأبي، أنا فارس المنظوم والمنثور، هل تسري المعاني تحت غير ركابي، فدعوا ملامي ثم لوموا الناس إذ قد أولعوا بسؤالهم وجوابي، غير أني على يقين من أن هذا الكلام لن يغير من هجر الله تحمل المعاناة في تحقيق المؤاخاة، ومن ديدنه استعذاب مض الحياة من أجل الحياة، ومن طبعه النجد يوم يستغيث الإزميل، وليس من دأبه النكد يوم يشفو الخليل أو يحقد الذليل، فذلكم وربي
لرجائه الخير الجزيل من المنعم الجليل، غير آبه بما يكنه العدو من المكر والحسود من الغدر، فلا يزداد بذلك إلا رونقا وبهاء وفضلا وسناء. فقد قيل لأفلاطون: بماذا ينتقم الإنسان من عدوه؟ فقال: بأن يزداد فضلا في نفسه. ومما رسخ في خلدي شيخنا الفاضل أنكم تحتقرون ما بذلتموه ولا تزالون في سبيل إحقاق العز وتوطيد المجد لمن جعلكم الله عليهم دليلا وأرشدهم بكم سبيلا، فأنتم تستصغرون ذلك في جنب الله، ولا تريدون من أحد جزاء ولا شكورا، وحق لكم ذلك حتى ينمي الله بركم عنده كما ينمي أحدنا فلوه، وهذا مما زادني بكم عجبا وإلى بابكم رغبا، زاد معروفك عندي عظما أنه عندك محقور صغير تتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور كبير. أيها الضيف النبيل، إنه ليوم معدود وتاريخ مشهود أن تستقبلكم قرارة جمعاء في رحاب هذا الصرح العلمي الخالد معهد الحياة في مبناه الجديد، والذي كان ولن يزال مشكاة يقتبس منه نور الهداية، ونشي أجيال ممن يقولون: هاء مقرأوا كتابية يوم ترى كل أمة جاثية. إن معهدنا هذا وريث أمجاد تقدمت وحفيد معاهد سبقته، فهو موصول الأحقاب موثوق الأسباب بمدرسة الرسول أعظم محمد صلى الله عليه وسلم، منها يتفجر نبعه ويستمد فيضه، ومنها يمتص رحيق الإمام إيمان ويستلهم سبيل الرشاد. فما زال منذ أن رفع إبراهيم القواعد من المعهد وسعيد وأشعره بشعار خالد ما له من زوال، آية محكمة في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لقد أشعر المعهد أبناءه بهذا الشعار، وشحن قلوبهم بهذا القرار، ودثر نفوسهم بهذا الدثار، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فانطلقوا في مناكب الأرض ركبانا، ورابطوا في حلبات الكفاح فرسانا، واستبسلوا في ميادين الإصلاح أبطالا، مشايخ وعلماء، أدباء وشعراء، شبابا صالحين أوصلا، فانتعشت حيثما حلوا بهم الوهاد، وازدانت أينما كانوا بهم البلاد، واستبشرت كيفما ارتحلوا بهم العباد، فكانوا كوابل أصاب جنة بربوة فآتت أكلها ضعفين، أو كسحابة الرشيد يأتيه خراجهم حيثما أمطروا كفلين، ولا أحسب أمير الشعراء إلا يعنيهم بقوله: وهذا كغصن الربا ينثني، وهذا كريح الصبا يخطر، إذا اجتمع الكل في بقعة حسبتهم باقة تزهر، أو افترقوا واحدا واحدا حسبتهم لؤلؤا ينثر. إنها لروابط حميمة وصلات قويمة وأهداف جليلة وغايات نبيلة، تلكم التي تربط الجزائر المجاهدة بعمان الرائدة، جامعهم المشترك في جهادهم العلمي ونضالهم المعرفي ابتغاء مرضات الله بالتمكين لدين الله والرفع من لغة كتاب الله، وتنشئة أجيال صالحة تطمئن قلوبهم بذكر الله وتسعد نفوسهم يوم لقاء الله. وليست الأوطان مهما تباعدت إلا مهادا، وليست الأجناس مهما تجددت إلا ترابا، وليست اللغات مهما تعددت إلا لسانا، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ونحن قوم هدنا الله بالقرآن، ومهما ابتغينا الهدي في غيره أضلنا الله. هذا، وإذا خصصت معهد الحياة اليوم بالذكر فاعتقادا مني بأنه قد أمد عمان برجال كمن أشراف، يوم كانت عمان تعيش كلا في سنين عجاف، ثم تطورت هذه العلاقة بين معهد الحياة ومعهد العلوم الشرعية بعمان في المدة الأخيرة، فكانت نعم الوصال لتنشئة خيرة الرجال، على أنه لو كان لبلاد مغرب الإسلام بعض الفضل على مشرقها فإنه لا يعدو ولو مجرد رد الجميل بالمثل، كما قيل: أهدي إلى مجلسه الرفيع، وإنما أهدي إليه ما حويت من نعمائه، كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. شيخنا الكبير
لكم تملكتني الرهبة وأنا أهم بكتابة هذا الخطاب، وكم أخذتني الرعشة وأنا ألقيه أمامكم في هذا الرحاب، لأنني أجد نفسي وكأنني أصعد على من يطاول أعنان السماء لا يستطيع تسلقه إلا من أوتي مخالب النمور، أو تعلق بأجنحة النسور، أو تراني أتقحم ولم يمن لجيا عميقا غوره لا يركبه إلا من أنس من نفسه مقارعة الأمواج في ظلمات ثلاث، فكيف أنا القزم بين يدي عملاق الفصاحة والمستجدي أمام باب حاتم البيان؟ فلولا إشراقة من وجهكم الكريم، ولولا إشفاقة من نوالكم الجزيل، ولولا استحقاقة من عطفكم الكريم، لما استحق كتابي أن يفضله بابكم، أو أن يسعه رحابكم، أو أن يستسيغه منطقكم، ولكنها الأبوة الساهرة تأبى إلا أن ترعى في حضنها الأطفال، يقينا منها أن سيصيرون يوما إلى ذور الكمال، والأسود القاهرة ترقب في عرينها الأشبال آملة أن يكون يوما سادة الأدغال. فما الذنب ذنبي إن أنا لحنت فوقعت، ولكن الذنب ذنب من أمر فأطعت، وحسبه مني مقولة إن كلفت لي ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. شيخ الفاضل، أنا على يقين بأنني وإن نشأت في الفصاحة كابن ساعدة وسحبان في النثر وما يحق لمثلي، أو درجت في البيان كأبي مسلم وأبي نبهان في الشعر وما ينبغي لمثلي، فلن أستطيع إلى وجهكم الكريم من الحاء نظرا، ولا إلى محضركم من القلة وطرا، فهل لا كان هذا العز يغني في حقكم مني عذرا أو في عني شكرا؟ فلو كان للشكر شخص يبين إذا ما تأمله الناظر لبينته لك حتى تراه فتعلم أني امرؤ شاكر، ولكنه ساكن في الضمير يحركه الكلم السائر. ضيوفنا المكرمين باسم حلقة العزابة بكل أعضائها وجمعية الحياة بجميع فروعها، وباسم القرارة جمعاء بمذاهبها وهيئاتها وأعراشها وعشائرها سرات ومواطنين، لنعظم فيكم هذا الخلق السني ونقدر فيكم هذا الطبع الأبي، أن جئتم لذوي الفضل معترفين ولهمم الرجال مقدرين، فغشيتكم الرحمة يوم يقامتكم وصحبتكم السلامة يوم ضعنكم، وثبت المولى يوم الجواز على الصراط خطوكم، وجعل جنة المأوى يوم المفاز داركم، ولا أحسبنكم وأنتم تروحون إلى ربوعكم بعد استكمال إقامتكم بيننا واستشعار الأنس معنا إلا مرددين في صدق حلو الشمائل عذبة أخلاقه وكذا أخلاق الكرام عذاب، لا عيب فيه سوى السخاء فليته ويبقى بالسخاء يعاب. شيخ الفاضل، أجدني مضطر إلى قطع هذا الكلام المباح، وإلا أدركنا الصباح وصاح الديك حي على الفلاح، وطوبى لمن لب النداء وأخلص الدعاء وحمل النفس على السوى ورضي مطمئنا بالقضاء في حال السراء وساعة الضراء، فيا فوزاه يوم اللقاء ويا طوباه يوم الجزاء، جعلنا الله ممن تكلؤهم أبدا عنايته وترعاهم سرمدا معيته، إنه هو التواب الرحيم والجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نرجو من السادة الأفاضل أن يتقدموا فينا. الفرقة الفنية النشيد الترحاب، بارك الله فيكم. إنا يقارب بين الربوع أهلا وسهلا فداك الجموع، إنا يقارب بين الربوع أهلا وسهلا فداك الجموع، إنا يقارب بين الربوع
أهلا وسهلا فداك الجموع إنا يا قادم بين الربوع أهلا وسهلا فداك الجموع أهلا 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 يا قادم أهلا 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 يا قادم السعد لاح بكل سبيل لما استهل المحيى الجميل 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 حضورنا اليوم أقوى دليل حضورنا اليوم أقوى دليل بك فرحنا بك سررنا بك فرحنا بك سررنا أهلا 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 يا قادم أهلا 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 يا قادم حين يا قادم بين الربوع أهلا وسهلا فداك الجموع حين يا قادم بين الربوع سالم فداك الجموع إنا يا قادم بين الربوع أهلا وسالم فداك الجموع إنا يا قادم بين الربوع أهلا وسالم فداك الجموع أهلا أهلا شكرا للمجموعة لا أنسى أن نقدم باسم الحاضرين جميعا تهنئتنا الخالصة لأبنائنا العرس الذين حضروا معنا هذا اللقاء نرجو لهم من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم السكينة والمودة والرحمة بارك الله لهم وعليهم وجمع بينهم في خير نتوجه الآن إلى فضيلة الدكتور محمد صالح ناصر وأعجز عن التعريف لأن العربية تقول إن المعرف لا يعرف فتفضل في قصيدة بهذه المناسبة بارك الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله شيخنا الفاضل سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي والوفد المرافق له إخوة الإيمان السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته عز علي أن تمر هذه المناسبة دون أن أشارك فيها بما تدفعني إليه مشاعري وكان هذا ربع ساعة قبل العصر استحثني وقال قم فإن عليك واجب فجاء المطلع ثم تتابعت الأبيات يا عشرة أبيات على كل حال باليمن والسعد حل العلم معهدنا والنور والذكر حيانا فأحيانا شيخ المبرات هذا الصرح يذكركم بالخير والبر شيابا وشبانا رمز المحبة والتقوى وآصرة بين الشقيقين ميزاب وعمانا رمز المحبة والتقوى وآصرة بين الشقيقين ميزاب وعمانا تبتم مقدمكم يحيي النفوس هنا ومن هناكم نلاقيه فيلقانا عهد من القطب أمضاه وحرره نور العلوم شيخ السلمي
عهد من القطب أمضاه وحرره نور العلوم فزاد العهد تبيانا من نهر جابرنا يسقى النخيل هنا ليثمر السقي إيمانا وإحسانا وهذه واحة خضراء تجمعنا بالدين والعلم هل نحتاج برهانا؟ وهذه واحة خضراء تجمعنا بالدين والعلم هل نحتاج برهانا؟ وظلها الحق ما لذنا بشرعتنا وما استقمنا على ما قال مولانا تذكروا عهد آباء لكم سلفوا وجددوا العهد ميزانا وقرآنا وشرفوا راية صار الرسول بها حتى تكونوا بحوض الخلد إخوانا وعاهدوا جلة بيوض كان بها فحققت نصرها علما وعرفانا وفي الطليعة عدون يؤازره شيخ الصحافة معتزا ويقظانا أبقاكم الله ذخرا للأولى عملوا ووحد الصف إسلاما وإيمانا السلام عليكم نشكر فضيلة الدكتور على مطلع هذه القصيدة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمده حتى تكون ألفية إن شاء الله بعد ذلك الكلمة لرئيس جمعية الحياة الأستاذ شريفي ملحاز بن شحاتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سماحة الشيخ الجليل الشيخ أحمد بن حمد حفظكم الله والوفد المرافق له أيها الملأ الكريم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته قلت رب اشرح لي صدري وأعيد وأكرره بدا الخطاب الرائع وبعد الشعر البديع الرائع هل أجد القول لأعبر عن ترحابي لهذا الوفد الكريم هل أجد القول لأعبر عن شعوري عن هذا الجمع وعن الظروف التي نحياها الآن في هذا العهد باسم جمعية الحياة وباسم مؤسساتنا التربوية الدينية القرآنية جمعية الحياة التي رعت هذه المشاريع التربوية العلمية وأشدد على التربية والتعليم على التربية أولاً ثم التعليم ثانياً منذ ما يزيد عن 80 سنة خلت وهل أجد القول لأعبر عن آثار الذين جاهدوا في إرساء هذه القواعد المشايخ الشيخ بيوض والشيخ أبو القضان والشيخ عدون والشيخ بكلي وأضرابهم الذين غرسوا في نفوس هذه الناشئة حب العلم حب الله أولا ثم حب العلم وأنشأوا هذه الأجيال في عهد الاستعمار إنكم لم تعيشوا ذلك العهد ولكن لما مرت من الأيام
وعشناه في تلك الظروف، قدرنا جهاد علمائنا في تلك الظروف. وإذا قلت الجهاد فهو والله نعم الجهاد في تلك الظروف أيها الشباب. جمعية الحياة التي رعت مسيرة كل ما يتعلق بالتربية في القرارة وفي وادي ميزاب، وهيأت لهذا المستقبل الذي نعيشه الآن وللمستقبل الآتي إن شاء الله شباباً مؤمناً قبل كل شيء. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربانا مشايخنا رحمهم الله على تقديم الخلق قبل العلم، تقديم الثقافة قبل العلم، العلم ثم الخلق قبل الثقافة. وكذلك تربينا والحمد لله على هذه المبادئ الإيمانية الصحيحة، هذه المبادئ التي نرجو أن يوفقنا الله للمحافظة عليها حتى نبلغها إلى أبنائنا وإلى أجيالنا سالمة كما أرادها مؤسس هذه المؤسسات التربية الدينية، مؤسسات قامت على تقدير الدين أولاً. ولذلك سمينا مدارسنا، بل سماها آباؤنا مدارس قرآنية أولاً هنا أو في التل، ثم شاءت الأقدار أن يسمى هذا تعليماً حراً، وسيبقى إن شاء الله، وسيبقى كذلك لأنه جعل ولا يزال الحمد لله لإعلاء كلمة الله أولاً، لتربية هذه النشأة على تلك المبادئ التي أسسها مشايخنا، سلسلة ذهبية منذ بهذا العهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة مشايخنا والبقية الصالحة منهم لا يزال أمثال شيخنا الشيخ الناصر حفظه الله، الذي أشهد أن أستاذنا الشيخ بيوض رحمه الله بارك في علمه ودعا له. ونرجو أن تدعو لنا، أن ندعو جميعا بعضنا لبعض لأمثال هذه هؤلاء العلماء الذين حافظوا ولا يزالون محافظين على العهد. إذن عهدنا يا أبنائي يا إخواني هو أن نحافظ على تلك المبادئ. شيخنا الجليل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا. إننا نرجو، وأنتم الآن في العالم الإسلامي من القمم التي شاركت ولا تزال تشارك في المؤتمرات الإسلامية العالمية، نرجوكم أن تقدموا لنا ما ينفعنا دنيا وأخرى من التوجيه السديد، من التوجيه الرشيد، من النصائح الغالية التي ينتظرها شبابنا لنستفيد من تجاربكم. وأنتم في ذلك المستوى العالمي، المستوى الإسلامي العالمي، نرجو وقد اكتسبتم من التجربة من العلم أولاً ومن التجربة ثانياً ما يضيء لنا الطريق إلى أن نلقى الله وهو راض عنا إن شاء الله بفضل إرشادة أمثالكم وبفضل نصائحكم الغالية. فنحن في شوق إليكم، إلى نصائحكم وإلى درركم التي نحن في شوق إلى الاستماع إليها والاستفادة منها. إخواني لا أطيل عليكم إن شاء الله، وستسمعون إن شاء الله من المشايخ ما يفيدنا. حفظكم الله جميعا وسدد خطاكم، وإلى الأمام إلى لإرداء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة أستاذنا شريف بلحاج على هذه العواطف وعلى تحميل هذه النشئة العهد، وهذا ما سيردده
أبناؤنا المنشدون مقطعين من نشيد عهدنا. عهدنا عهد وفاء، عزمنا نشر السلام، جمعنا رمز إخاء وصفاء ووئام. عهدنا عهد وفاء، عزمنا نشر السلام، جمعنا رمز إخاء وصفاء ووئام. إن دعانا الحق كنا الأولى، ننجز الوعد ونحيي الأمل. إن دعانا الحق كنا الأولى، ننجز الوعد ونحيي الأمل. نصدق القول نجيد العمل، نقتفي آثار أجداد كرام، شرف الآباء فينا قد سما، خلق الإسلام فينا قد نما، شرف الآباء فينا قد سما، خلق الإسلام فينا قد نما. بالجزائر نحن نمضي قدما، نحو عز صرمدي لم يضام. سجل التاريخ أنا من أبد، شاهد الكون لنا بالمكرمات. سجل التاريخ أنا من أبد، شاهد الكون لنا بالمكرمات. كم تركنا من مزايا خالدات، يحمد الدار لنا حفظ الذمام. عهدنا عهد وفاء، عزمنا نشر السلام، جمعنا رمز لقاء وصفاء. شكرا للمجموعة على هذا النشيد الرائع الذي نرجو أن نجسده بأعمالنا لا بأقوالنا. أكرم بقوم يزين القول في علوهم ما أقبح الخلف بين القول والعمل. الكلمة الآن لفضلية أستاذنا وشيخنا الشيخ الناصر حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على صاحب المعجزات الذي جاءنا بالآيات البينات، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأبرار ومن تبعهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. وبعد، بودي أن لا أتكلم حتى أوفر الوقت لشيخنا الجليل سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الخروصي، الذي هو مفتي عام سلطنة عمان، غير أني أرى لا بد أن أتقدم بكلمة نيابة عن مجلس العزابة وعن الجمهور الذي أمامكم. يا شيخنا، يا زائرنا، أنت وولدك والوفد الذين معك، جئتم تجددون عهدا من العهود السالفة، وتضعون وصمة بينة في سجل التاريخ الذهبي، وتضيفون حلقة ذهبية إلى سلسلة تلك الحلقات التي لم تنقطع في وقت من الأوقات منذ أبي الشعثاء جابر بن زيد وليد بلدة فرق من أعمال نزوة في عمان، ومن بعده من المشايخ الذين كانوا في البصرة، أسسوا هنالك يعني دار
العلوم والبعثات العلمية التي ذهبت المشرق والمغرب وإلى خراسان وإلى حتى الأندلس. ثم بعد ذلك المشايخ أبي سفيان حبيب بن الرحي القرشي المخزومي وابنه محمد بن أبي سفيان الذي اجتمع به عمروس بن فتح المساكن من علماء المغرب وجلساتهم وأسئلتهم مشهورة. بعد ذلك مشايخ يتزاورون، الشيخ محمد بن بركة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة البهلوي وأبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي البهلوي بلدة الشيخ حمد، بلدته بهلة في عمان. نعم ولد في زنجبار وتربي في زنجبار، لكن انتقل به والداه رحمة الله على الوالد وبارك الله في الوالدة، لا تزال على قيد الحياة ما شاء الله شفاء الله. انتقل به إلى عمان إلى بهلة بلدة محمد أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة صاحب الجامع، وأبي سعيد الكدمي كذلك صاحب الجامع الذين هم من بهلة، والذي قصده المغاربة ودرسوا عنده في بهلة حتى سمي فيما أخبرني أبو إسحاق الشيخ إبراهيم الطفيش رحمه الله الذين نحتفل بمناسبة المهرجان المعقود من أجله، قال كان يسمى شيخ المغاربة الشيخ أبو عبد الله محمد بن بركة، كان شيخ المغاربة لكثرة ما زاره من الطلبة المستفيدة من علمه في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك وبعد ماذا من الوقت يكفيني لعد هذه الحلقات حتى إلى عصرنا هذا، كانت مبادلات الشيخ جاعد بن خميس الخروصي والشيخ ناصر ابنه ابن أبي نبهان جاعد، كانت مراسلات بينه وبين مشايخنا الحاج سعيد بن يوسف شيخ القطب، كانت مراسلات بينه والشيخ ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي. ثم بعد ذلك كان الاتصال عظيم بين القطب والشيخ عامر بن خميس المالكي رحمه الله، ثم بعد ذلك الاتصال المتين بين القطب وبين الشيخ السالمي شيخ نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، والذي كان يعني كان الاتصال رغم الفارق الكبير بينهما في السن، الفارق كبير 50 سنة، يعني الشيخ القطب أسن من الشيخ السالمي 50 سنة، وشاء قدر الله أن يكون وفاتهما في شهر واحد في عام واحد 1332 هجري، أعتقد أظن في شهر ربيع الأول، في شهر واحد الشيخ السالم عمره 46 سنة والشيخ القطب 96 سنة، وكانت مراسلات كثيرة بينهم وتعاون. وكذلك بعد ذلك كان الاتصال بيننا وبين عمان لن يزال في البعثة التي كانت في القاهرة مدرسة عمان خاصة وكنت مسؤولا عليها 3 سنوات، ثم جاء العمانيون الآن ليزيدوا مدا في هذه الحلقات الذهبية. وبودي أن لا أطيل عليكم لأني أريد أن نغتنم من درر شيخنا وصائرنا الجليل شيخ أحمد بن حمد الخليلي بارك الله فيه، والسلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ ناصر ما شاء الله أتاه الله ربا سبحانه وتعالى ذكرة ذهبية نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليه، وعند ما يديمها الله سبحانه وتعالى عليه فنحن بالتأكيد سنستفيد منها ونجني منها الثمار اليانعة. معنا أستاذنا وأخونا الفاضل الشيخ مسقم السايح، نريد أن يلقي الشريحة شيخنا كلمة باسم إخواننا الأفاضل الملكية في هذه البلدة الآمنة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى
أن يديم علينا وعليها أمنه وعافيته. فليتفضل الشيخ، مشكور، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه التوفيق، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أجمل هذا المنظر الجميل الذي نراه لنلتقي بشيخنا الجليل الذي حل بيننا، استضافنا في الحق، هو استضافنا بزيارته وأكرمنا بزيارته، ولا يفوتني كلمات قالها في الشروق أعجبتني كثير، أنه أعطانا وصفة في الحق لنعرف أنفسنا ولنحقق أهدافنا ولنعرف ما نحن فيه. كلمات في الشروق عن الوحدة، عن التآزر، عن المذهبية، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديامين. سألني سائل منذ أيام أصحاب السنة، قال لي السنة والكتاب، تسألك هؤلاء المدارس ولا هذه المذاهب من أين جاءت ومن أين استمدت ومن أعطاها ومن أوصلها إليك لتعرفها على حقيقتها؟ اسكت راح مش نشوف أنفسنا. هو شيخنا الجليل والمرافق له استضاء، يعني جاب لنا حاجة، عرفنا بأنفسنا، بينا بأننا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، كلنا أسرة واحدة والحمد لله. إنما المؤمنون إخوة، هذه الكلمة برك لو نقف عندها برك ما نروحوش بعيد، نقف عندها نعرف أنفسنا ونعرف ما يجب علينا مع ربنا ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض، اختلاف العلماء رحمة. ها أنا مثلا نعطيك مثال، واحد شاف رفد يدو الرسول رفد يدو، واحد ما شافش الرسول يرفد يدو ما رفدش يدو، فلماذا نختلف على أمور احنا نشوفوا الأركان الأسس المتينة اللي هي موجودة؟ لماذا هذه الأمور تثير الخلاف بيننا وتثير الفتنة وتثير الصراع وكذا وكذا إلى آخره؟ كل مسلم يكون حليم، يكون رؤوف، يكون رحيم، ما دام ما تخلاش على هذه المبادئ وهذه الأخلاق ما عندوش إسلام. راه تخلى وشوه روحه، ما شواش الإسلام، شوه صمته. فعلنا أيها الإخوة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن الحمد لله في القرارة نتاعنا هذه سالمين، نفكر في الخير ونعيش في الخير ونتآزر مع الجميع مع الكل. خويا موش خويا ابن عمي وصاحبي بركة، كل مسلم خويا، كل مسلم خويا، موش مسلم غير خويا اللي جبته لي ما ولا عمي ولا خالي ولا كذا ولا عشيرتي ولا كذا ولا كذا، مسلم باش نشوفوا أنفسنا. يا عباد الله اتقوا الله، هذه البلدة الكريمة كما كانوا يقولوا الشيوخ، منبع العلم، منبع المعرفة، منبع التآزر، والحمد لله راكم تشوفوا نعيش في أرغد عيش وفي سعادة وفي أمن وطمأنينة. وزاد شيخنا الجليل العظيم هذا الذي حل بنا أعطانا واحد الوصفة، وضح لنا ذاك الغشاء اللي كان موجود يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في السماء، صح لنا السماء ولا صاحية، عندنا نشوفوا فيها صاحية، لا ما فيها لا سحاب ولا ولو، والحمد لله. هذا من فضل كما قلت، هو استضافنا في الحق، بارك الله فيه، وربي يجزيه وربي يفتح علينا وعليه وربي إن شاء الله يعطيه الخير. وهذا هو أيها الإخوة، أنا ما نشي أتكلم باسم إباضي ولا مالكي، ولكن شي في باركم هذه، أنا أتكلم باسم القرارة ونتكلم باسم المسلمين ونتكلم باسم الجزائر، هذا هو باش نشوفوا أنفسنا. ولا أطيل عليكم ليحل لأن الوقت يضيق، والله العظيم وددت لو تعطالي فرصة ماذا بينا خصوص مع الشباب نتاعنا، ماذا بينا نقعدوا معهم، ماذا بينا نفهموهم، ماذا بينا نعرفهم بالعلاقات، ماذا بينا نعرفهم بالتآزر، بالتآخي، بالتعاون إلى آخره.
نرجو الله أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، ونرجو لضيفنا هنا أن يكون سعيدا بيننا وأن يكون كريما بيننا، وأن يرحل من هذه البلدة يأخذ عنها صورة مشرفة مزهرة. والسلام عليكم. كلمات بحق رائعة، وهي كلها كسائر الكلمات السابقة روادف لتحقيق سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أرادها لهذه الأمة، وهي الوحدة. ومن عجيب أمر القرآن الكريم أن يرد هذا المعنى في آيتين، أولهما في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلة. وترد الثانية في سورة المؤمنون: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة سنة أرادها لنا نحن المسلمين، فنرجو أن نحققها بإذن الله. كلمة ختامية، لأن للشيخ برنامج زيارة داخلية، ثم الكلمة أو الدرس القيم الذي سيلقيه إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة بالمسجد الكبير، لكننا نريد أن نسجل أو أن يضع كما يقول البرنامج التلفزيوني أن يضع بصمته في هذا اللقاء. فإيه الكلمة مأجورا مشكورا، بارك الله فيك شيخنا.